أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أن مناقشات التقييم العالمي للمناخ تمثل فرصة مثالية لتقييم وحشد العمل الدولي لتعزيز وسائل دعم التنفيذ، خاصة بعد مناقشات مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ العام الماضي. وفي كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحدث رفيع المستوى لعمليات الحصر العالمي للمناخ بمؤتمر كوب 28، أشارت وزيرة البيئة إلى أن مناقشات كوب 27 كانت سباقة في التركيز على مواطن القصور في إطار التمويل متعدد الأطراف. وأضافت أن التمويل المطلوب لدعم الدول النامية في مجال التكيف يمثل تحديا حقيقيا، حيث يصل إلى 160 مليار دولار سنويا، بينما لا تتجاوز التدفقات التمويلية الفعلية للتكيف 22 مليار دولار سنويا، لافتة إلى تحذير الرئيس السيسي للمجتمع الدولي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية السلبية على الدول النامية نتيجة محدودية التمويل المتاح للمناخ والتكيف.